السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. النهاردة إن شاء الله عز وجل هنشرح في مادة الأدب مدرسة الديوان، وكنا قبل كده في فيديو شرحنا مدرسة الإحياء والبعث، وشرحنا مدرسة الإيه؟ مدرسة المحافظين، وقلنا إن الأدب كان أو الشعر يعني خاصة مر بمرحلتين، اللي هي مرحلة الإحياء والبعث اللي هي متمثلة في المدرسة الكلاسيكية اللي هي مدرسة الإحياء والبعث ومدرسة المحافظين، وقلنا إن المرحلة الثانية هي مرحلة التجديد. تمام كده يا شباب، إحنا شرحنا بتوع المدرسة الكلاسيكية، النهاردة إن شاء الله عز وجل هنشرح مدرسة الديوان اللي هي أول مدرسة معانا في مدارس المرحلة الإيه؟ اللي هي المرحلة التجديدية عندنا. طيب، مدرسة الديوان التمهيد عندنا هنا إيه؟ إن المدرسة دي تعد أبرز حركات التجديد في الشعر العربي. هو زي ما ان شاء الله يعني في الدروس اللي بعد الديوان كان في حد سبق الديوان للتجديد اللي هو خليل مطران، بس كان هو شرارة التجديد يعني البداية الصغيرة زي ما احنا بنقول كده، لكن مدرسة الديوان تعد انطلاقة اصلا في التجديد، عشان كده بنقول ايه تعد ابرز حركات الايه التجديد في الشعر العربي التي ظهرت في النصف الاول من القرن الايه من القرن العشرين. تمام يا شباب. طيب، مين هم بقى الناس اللي في المدرسة؟ الشعراء اللي هنا دول مين، او الادباء مين؟ رواد المدرسة ديت عباس محمود العقاد وإبراهيم المزني وعبد الرحمن إيه؟ وعبد الرحمن شكري، دولت التلاتة. تمام كده؟ طيب، سبب التسمية بالديوان، ليه سموا مدرسة الديوان باسم الديوان؟ عشان كان العقاد عمل كتاب اسمه الديوان، فلما التلاتة اشتهروا باسم الديوان دوت المدرسة بقى اسمها مدرسة الإيه؟ الديوان، فبنقول إيه؟ نسبة إلى كتاب الديوان في الأدب والنقد. الذي قام بتأليفه العقاد والمزني عن سنة كام؟ 1921. تمام كده يا شباب؟ الكتاب دوت حطوا فيه المبادئ بتاعة المدرسة بتاعتهم، والتلاتة اللي هم عباس العقاد وإبراهيم وعبد الرحمن شكري كلهم اشتهروا بإيه؟ بجماعة الديوان، وناس كانت بتسميهم شعراء الديوان، وناس بتسميهم مدرسة الإيه؟ الديوان. يبقى سبب تسمية الديوان اختصارا إن أنا أجي أقول له إيه؟ نسبة إلى الكتاب الذي ألفه العقاد في اللي هو باسم الإيه؟ باسم الديوان في الأدب والإيه؟ والنقد عام 1921. طب في نقطة هنا، هل هم ما كتبوش شعر أو ما كانش لهم حاجات يعني في الشعر قبل 1921؟ لا طبعا، ده هم كتبهم، لكن هم شهرتهم اتعرفت باسم الكتاب اللي هم عملوه سنة 1921، يبقى عشان كده هنيجي نقول ظهرت آراؤهم الشعرية عام 1900 أصلا، وتسعة من قبل كده، هم معروفين من قبل 1921 بس مشهورين لما عملوا الكتاب ده. تمام يا شباب. طيب، نظرتهم للشعر بقى ايه في الإحياء والبعث؟ كانوا بيبصوا للناس القدامى اللي هم فحول الشعراء، وحاولوا يعملوا زي ما هم كانوا ايه بيعملوا مع التجديد في بعض الحاجات، انما دولت بقى في الديوان نظروا الى الشعر نظره تختلف عن مدرسه الاحياء اصلا والبعث، فبداوا يعبروا عن ذواتهم وعواطفهم. ولو فاكرين لما جينا قلنا في المحافظين الانتقادات اللي فيها، قلنا ان هم كانوا بينتقدوا مع المحافظين ان هم ما بيعبروش عن نفسهم، عشان كده ما نعرفش نكشف عن شخصية الشاعر من خلال شعر لأنه ما بيتكلمش عن نفسه. دول بقى بدأوا يعبروا عن إيه؟ عن ذواتهم وعواطفهم، ودعوا إلى التحرر من الاستعمار وإن الناس تتحمل المسؤولية، وهاجموا مدرسة المحافظين هنا، وأبرز الناس اللي كانوا بيهاجموهم من الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومصطفى صادق الرافعي. تمام كده يا شباب؟ طيب، أهداف بقى مدرسة الديوان إيه عامة؟ إيه الهدف من المدرسة؟ العقاد عملها في الكتاب، فبنقول حددت كما يقول العقاد في الديوان، فالكلام اللي هنقوله حالا يا شباب ده نص الكلام اللي مكتوب في الديوان، عشان كده لو جه اكمل بنكتبه زي ما هو. فجه قال ايه؟ واوجز ما نصف به عملنا ان افلحنا فيه انه اقامه حد بين عهدين لم يبق ما يسوغ اتصالهما والاختلاط بينهما. يعني احنا بقى القديم قديم والجديد جديد، فعايزين نعمل حاجات جديده ما نقلدش القديم. واقرب ما نميز به مذهبنا انه مذهب انساني مصري ايه عربي. دي كده هدف مدرسه الديوان زي ما ذكرها العقاد فين في الكتاب بتاعه. طيب، ليه اتجهوا للتجديد وما عملوش زي مدرسه الاحياء والبعث مثلا ياخدوا حاجات من القديم ويجيبوا حاجات مثلا صغيره جديده؟ هنقول اسبابهم للتجديد، بس قبل ما نقول الاسباب مجمله نيجي نقول التمهيد بس كده الاول، يعني ايه اللي كان سبب في الحوار دوت. التمهيد عندنا ان هم وجدوا انفسهم يمثلون الشباب العربي وهو يمر بازمات فرضها الاستعمار على الوطن العربي اللي هو الاحتلال يعني بقى الانجليزي والكلام ده.
هم جم في فترة كان الاحتلال مدمر البلد زي ما احنا بنقول، وشايفين ان هم الشباب العرب اللي بيمثلوا الأمة، وان الاحتلال دوت احسن يعني من لفظ الاستعمار. الاحتلال كان بوظ الناس اصلا، بدليل ايه؟ ان هو بدأ ينشر الفوضى بين الناس والجهل بين الابناء بتوع الوطن العربي، عشان يحول الشخصية العربية الإسلامية، عشان من الاخر نكون تابعين ليهم، ما نبقاش متبوعين. تمام كده يا شباب؟ طيب، فبالتالي تصادمت آمالهم الجميلة مع الواقع الأليم. ما انت باختصار كل اللي انت عايش فيه مهبب، لا انت طايل حاجة، لا في سياسة ولا مثلا في شغلك ولا أي حاجة، والبلد كلها مثلا بايظة خلاص. فآمالهم اتصدمت بقى مع الواقع الأليم اللي هم عايشين فيه، واللي هم مش عارفين ايه يغيروه. فما اجي بقى اقول اسباب اتجاههم للتجديد، اجي اقول ايه بقى؟ نتيجة عن اللي فات ده، ان هم اندفعوا الى التجديد هروبا من عالم الواقع الأليم بقى اللي هم عايشين فيه ده، الى عالم الخيال والايه والاحلام. يبقى كده اندفعوا للتجديد باول سبب بدافع الهروب من عالم الواقع للايه؟ لعالم الاحلام. تاني حاجة، بدأوا بقى يفروا الى الطبيعة عشان يبثوا اليها امالهم الضائعة، يخاطب بقى الطبيعة ويتأمل في وصف الطبيعة كده ويقول له ان انا كان نفسي اعمل واحد اتنين تلاتة. بدأ يكلم الطبيعة. تالت حاجة، التأمل في الكون والتعمق في اسرار الايه؟ في اسرار الوجود. بدا يعمل برضو ايه؟ يتامل في الكون، ويبدا بقى يبحث إيه ربنا مثلا خلق ديت وخلق ديت، ويقعد يفكر. عشان كده جت الناحيه الفلسفيه هنا، وبدا يتعمق بقى في اسرار الايه؟ الوجود، إيه في اسرار الوجود. اخر حاجه معانا، ان هم كانوا متاثرين بالمدرسه الرومانسيه العالميه اللي هي الانجليزيه، متاثرين بالادب الانجليزي مع الاعتزاز بالثقافه العربيه. كده ديت كده اسباب الايه؟ اسباب اتجاههم للتجديد. فاضل عندنا بقى كده يا شباب نتكلم على الشعر عندهم يعني ايه. كان مثلا محمود سامي البارودي زي ما درسنا مثلا في طيف سميرة، ان عنده ان الشعر الجيد ما كان غنيا عن مراجعة الفكرة. هو كان شايف ان الشعر الصح اللي هو كان مكتوب في اللي كتبه في حلو الشعراء القدماء منذ العصر الجاهلي لحد العصر العباسي. الشعر بقى عند الناس ديت ايه؟ عند مدرسة الديوان. الشعر عندهم تعبير عن الحياة كما يحسها الشاعر من خلال وجدانه. يعني انت اي حاجة بتحسها وعارف تنظم فيها شعر بيسميها شعر، خلاص؟ أهم حاجة إن أنت تكون حاسس اللي أنت قايله، تمام؟ طيب، بعد كده يبقى بناءً على إن هما بيقولوا لازم تكون حاسس اللي أنت قايله، فيقول لك إن إحنا ما عندناش حاجة اسمها شعر مناسبات ومجاملات، لأن أنت إيه؟ بتصف حاجة أو بتجامل حد، يبقى أنت مش حاسس باللي أنت بتقوله. فهم عندهم الشعر تعبير عن الحياة كما يحسها الشاعر، لذلك لا يوجد في شعرهم شعر المناسبات والمجاملات، ولا شعر الوصف الخالي منين؟ الخالي من الشعور. وبالتالي برضو يا شباب ليس من الشعر شعر بتوع الإحياء والبعث والمحافظين، عشان بالنسبة لهم الناس ديت بتبص للخلف، مش عايزين يبصوا اللي قدام ولا يطوروا. فهو بيقول ليس من الشعر شعر الذين ينظرون إلى الخلف ويعيشون في ظلال القديم ويعارضون القدماء. وقلنا يعارضون القدماء يعني يحاكوهم ويقلدونهم يعني، تمام؟ طيب، بعد كده الشعر الجيد بقى عندهم اللي بيقولوا الثلاث شبان دول، اللي هو العقاد وابراهيم وعبد الرحمن شكر، خلاص؟ فالشعر الجيد هو الذي يقولوه هؤلاء الشباب الذين ينظرون الى الامام فيعبرون عن ذواتهم وعواطفهم وما يسود عصرهم من احداث وايه ومشكلات. تمام كده يا شباب؟ اخر حاجه معانا بقى خصائص مدرسه الديوان، ابرز الخصائص والمميزات بتاعتها او الصفات بتاعتها. اول حاجه معانا ان هم عندهم جمعهم بين الثقافتين، اللغه اللي هي الثقافه العربيه والانجليزيه. معذره يا شباب، احنا قلنا ان هم متاثرين بالادب الايه؟ بالادب الانجليزي، وفي نفس الوقت مع الاعتزاز بالثقافه العربيه، يبقى جمعهم بين الثقافتين العربيه والايه؟ والانجليزيه. تاني حاجه معانا التطلع الى المثل العليا والنزعه المثاليه والتعبير عن النفس، او التعبير عن النفس الى الايه؟ الانسانيه، وما يتصل بها من التاملات الفكريه والفلسفيه. بدليل ما احنا قلنا ايه؟ هم بداوا يعبروا عن الحاجه اللي بتحصل ليهم كما يحسونها، حتى بيعبروا عن نفسهم، وبداوا زي ما قلنا هربوا للطبيعه بقى، وبداوا يتاملوا في الكون واسرار الوجود، فظهرت حته التاملات الفكريه والايه؟ والفلسفيه. ثالث حاجه معانا هنا وضوح الجانب الفكري عندهم، خلاص؟ اللي يعتبر ناتج برضو من الافكار الفلسفيه. فدوت جعل جانب الفكر عندهم يطغى على جانب العاطفة، لذلك كان يميل غالبا إلى الإيه؟ إلى الجفاف، عشان وضوح الجانب الفكر عندهم هو الطاغي على العاطفة. رابع واحدة معانا الصدق في التعبير والبعد عن المبالغات. ما هم شالوا شعر المناسبات والمجاملات،
فبيقول لك لازم اللي انت تقوله تكون صادق، ايه صادق في التعبير عنه وما تبالغش فيه قوي يعني. خلاص. خامس حاجة معانا برضو، ظهور مدحة من الحزن والألم والتشاؤم واليأس في شعره. ما هو ليه؟ قلنا الواقع بتاعهم كان مهبب أصلا وفروا للطبيعة والكون عشان يحكوا لهم والكلام ده، فخلاص هم ناس حزينة وعندهم تشاؤم كتير ويأس بسبب الواقع اللي هم الأليم اللي كانوا عايشين فيه وهربوا منه لعالم الإيه؟ لعالم الأحلام. سادس حاجة معانا يا شباب، استخدام لغة العصر بتاعتهم. بدأوا يستخدموا من اللغة ايه؟ اللغة بتاعت عصرهم، ويبتعدوا بقى عن الألفاظ بتاعت الفحول القدامى اللي هم الناس بتوع العصر الجاهلي والعباسي والكلام ده، فاستخدموا من اللغة الايه؟ اللغة اللي هي بتناسب ايه عصرهم اللي كانوا عايشين فيه. طيب. سابع حاجة، عدم الاهتمام بوحدة الوزن والقافية والدعوة إلى الشعر المرسل. واللي فيكم يا شباب في القسم الأدبي درس مي زيادة، هتلاقي ان هو اصلا مش زي الابيات اللي انتم متعودين عليها، اللي هو ان البيت منقسم لشطرين، ده عباره عن مقاطع كده ومش متحده اصلا في الوزن والقافيه. فهم كانوا ما بيهتموش اصلا بوحده الوزن والقافيه، وبداوا يدعوا الى الشعر المرسل. المرسل هنا يعني المتحرر من الوزن والقافيه، تكتب انت كده من غير ما تتقيد بحاجه. تامن حاجه معانا، الاهتمام بوضع عنوان للقصيده. ماشي، الاهتمام بوضع عنوان للايه؟ للقصيده، ووضع عنوان للديوان ليدل على الاطار العام لمحتواهما. يعني ايه الكلام دوت؟ مثلا في العصر الجاهلي يا شباب كان الاغراض في النص الواحد متعدده، يعني تلاقيه كان لازم يبتدي بالغزل والبكاء على الاطلال، وبعد مثلا ويصف مثلا ويتكلم على الخمره، هيك يتكلم في محبوبته مثلا غزل، وبعد كده مثلا ايه يصف الناقه، وبعد كده يصف الطبيعه من حواليه، وبعد كده يخش في الغرض الاساسي، بعد كده يتكلم مثلا على فخر او مدح او حكمه. فهنا هيسمي القصيده باي عنوان؟ ما في كذا غرض، في كذا موضوع انت بتتكلم فيه، فما كانش يحط العنوان للقصيده، انما دوت كان يخلي القصيده كلها بتدور حوالين موضوع واحد، فبالتالي يعرف يحط عنوان للايه؟ للقصيده. خلاص، عشان يدل على الاطار العام لمحتوى النص دوت او محتوى الشعر بتاعه. تمام، يبقى بالتالي برضو كان ينفع عندهم ان هم يجددوا بقى في الاغراض. ما هو بدأ يعمل ايه؟ بيحط عنوان للقصيده وعنوان للديوان، وبكل حاجه بيحسها بيكتبها يعمل فيها شعر. فبداوا وهم صاروا على القديم، فبدأ يجيب اغراض جديده لدرجه ان هم جابوا اغراض غير مألوفه، يعني ايه؟ محدش يتخيل ان حد يكتب فيها شعر. فبداوا يكتبوا مثلا شعر عن رجل المرور والكواه، يكتب في رجل المرور شعر. خلاص. اخر واحده بقى معانا هنا يا شباب اللي هي رقم 10، استخدام طريقه الحكايه في عرض الافكار والايه والامال، يعني تحس ان هو بيحكي لك كده فكرته او الامال اللي هو عاوز يتكلم عليه. تمام كده يا شباب، يبقى احنا كده خلصنا مدرسه الديوان، واتمنى تكونوا استفدتم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.